عملته في حياته ما عمل حاجة. جايينا بجديد يا إبلاوي ولا هتحكي في المحكي؟ جايين لحضراتكم بجديد عن البلاوي في قضية دكتور الساحل الدكتور أسامة توفيق. وهنقول إيه النهارده؟ المحامية صاحبة الدكتور أحمد، ولما وصلت هناك اتفاجئت بصاحبي بيقيد حركتي، وبعدين اداني حقنة بنك وخد محفظتي وبطاقات الائتمان اللي فيها وقفل تليفوني وبوظه عشان محدش يعرف يلاقيني. ولما بدأت افوق تاني حقني بحقنة تانية ونقلني هو واللي معاه الشقة للعيادة. وهناك كان الدكتور احمد حافر حفرة بالليل وقال لهم ساعتها انه هيخزن فيها ادوية. ولما بدأت استعيد وعي تاني حقني للمرة التالتة وسابني يومين من غير الاكل ولا شرب لحد ما موت، وبالفعل موت. فدفني في الحفرة وردم عليا. في نفس الوقت ده والدتي كانت مسافرة عشان راحت حج، وعلشان متعودة ان اكلمها كل يوم قلقت عليا لما فات 5 ايام من غير ما اكلمها. اتواصلت مع مديرية امن. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب. هنتكلم مع حضراتكم النهاردة في قضية طبيب الساحل الدكتور اسامة توفيق اللي انهى حياته على ايد اقرب الناس ليه بمشاركة الممرض وكمان الزوجة اللي هي ما بين قوسين الزواج عرفي ايمان محمد صالح المحامية هي واحمد شحتة. النهاردة احنا بصدد الجلسة اللي الكل كان متوقع ان هي يتم حالتها للمحكمة الجنائية، لكن قاضي المعارضات جدد الحالة او جدد المدة، يعني قال خلاص يعني هتحجز على ذمة القضية كمان 15 يوم. طيب هل ال 15 يوم دول جايين من فراغ؟ لا، ال 15 يوم دول طالما القضية ما تحولتش لمحكمة الجنايات او حولها قاضي المعارضات فبيكون ال 15 دول لاستكمال لاستكمال ايه التحقيق. طبعا احنا عارفين القضية بعد وصول تقرير الطب الشرعي للنيابة العامة لابد من مواجهة المتهمين الثلاثة لمنشور او لتقرير الطب الشرعي، لان تقرير الطب الشرعي جه مخالف للاقوال اللي هم قالوها هم الثلاثة. يمكن حضراتكم حفظنا بقى ان هم عملوا ايه في العيادة، استدرجوه وكمان خدروه مرة واثنين وثلاثة لحد ما انه حياته، وهنا دايما اقوالهم طلعت مخالفة لتقرير الطب الشرعي انه هو مات من المخدر. وان شاء الله بعد استكمال النيابة العامة اقوالها ومباشرتها للقضية هيكون من حقنا ان احنا ننشر لحضراتكم ايه المواد اللي موجودة او الاصابات اللي كانت موجودة للمرحوم الدكتور اسامة داخل تقرير الطب الشرعي. حاليا لسه المواجهة ما تمتش ما بين الثلاث متهمين وفريق النيابة من خلال تقرير الطب الشرعي، وعشان كده بالفعل تم النهاردة يعني المواجهة من خلال الفيديو كونفرنس. يعني المتهمين ما ترحلوش من اماكن اقسام الشرطة اللي هم محجوزين فيها سواء رود الفرج او قسم شرطة الساحل. تم مواجهتهم وخلاص تمت تأجيل القضية وتمديد 15 يوم كمان. طيب معانا بعض الاخبار كده اللي حابين نعرفها لكم. يمكن قدرنا ان احنا نوصل لبعض التفاصيل عن مشكلة الزوجة الاولى لأحمد شحتة، وانها عرفت خبر زواج احمد شحتة من خلال الدكتور اسامة، وكون ان هي اخدت ولادها وراحت لإيمان المحامية في احدى المناطق في شبرا الخيمة. وهنا إيمان يعني زي ما احنا ما بنقول بقى خلاص دي احنا مش دول زوجات، يعني مش هنقول بقى ان دي محامية ودي مرات دكتور وبتاع، خلاص هو يعني احنا عارفين ان الجنس النسائي غيران وبيحب بيته وبيحب يحافظ على اسرته واولاده. فهنا يمكن زوجة شحتة اخدت اولادها وراحت لإيمان لحد الشقة بتاعتها، لان إيمان في مشاكل بينها وما بين اهل اسرتها في احدى القرى التابعة لشبين القناطر، وهي واخده شقة في شبرا الخيمة قاعدة مستقلة بنفسها وبتروح المحكمة ومكتبها وما بتروحش عند ابوها ولا امها. زوجة شحتة راحت لحد إيمان لحد شقتها وقالت لها خطفت الرجالة يلي يلي يلي، وطبعا يعني فرشوا الملاية لبعضهم. هنا احتارت المحامية زوجة احمد شحتة عرفت منين، لكن بعد يعني البحث والتحريات والكاميرات وسؤال مش عارف مين ومين في الشارع وبتاع اتضح الامر ان زوجة شحتة راحت لحد العيادة وعرفت التفاصيل دي من الدكتور اسامة. فهنا بدأ الحقد والغل والانتقام يحصل او يتداخل في قلوب شحتة وكمان
ايمان المحامية. لدرجة بعدها بايام هنا شحطة اتصل على الدكتور اسامة وانا عايزك، وبالفعل هم تواجدوا، وبالفعل بدأ ان هو ينهر الدكتور اسامة وتعدى عليه بالالفاظ وبالايدي كمان. في بعد الفترة دي الدكتور اسامة قال خلاص، يعني هو طالما يعني صديقي بالوضع دوت انا مش هينفع ان انا اكمل معاه، ومش هينفع ان يكون الشراكة ما بيننا. وطبعا يعني الناس كلها كانت بتقول ان الشراكة في عيادة، لا يا جماعة، طلع ان هم 3 عيادات بس، وهم كانوا على حسب بقى الشراكة اللي بينهم وبين بعضهم، كان كل دكتور بيروح 3 ايام في الاسبوع، ويوم الجمعة ده كان اجازة. وده تصديقا على كلام والد الدكتور اسامة ربنا يصبرها، لما كانت بتقول ان المرضى كانوا بيختاروا ايام الدكتور اسامة وما كانوش بيختاروا ايام الدكتور شحتة. يعني ده من احد المسببات او التفاصيل. احنا كده كده عارفين ان مهما اتغيرت الدوافع ومهما كانت الكواليس للباعث لارتكاب الجريمة، فان الجريمة قد تمت، يعني الجريمة وقعت واعترفوا وعملوا كمان معاينة تصويرية بتصوير الجريمة. يعني بنقول لإيمان مبروك عليك الاعدام، واكيد يعني من باب اولى ان إيمان اللي كان دورها بس كان متسلط في الاستدراج والعصير والتخطيط والحاجات دي كلها، لما تاخد اعدام يعني اكيد شحته واحمد فرج اعدام رسمي فهمي نظمي. وعندنا يمكن شواهد كتيره قوي عشان الناس بس بدانا ان احنا نسمع على المنصات ان دورها بسيط، ان دورها ممكن ما بين المؤبد وال15 سنه، ده هي استدرجت، ده هي ما شاركتش في القتل او في الجرم نفسه، ما فحرتش، ما ردمتش، ما احنا مش هنقول ان ما ياما ده اشترت المخدر واستدرجت، ولو لم تستدرج ايمان اسامه ما كان فيها الجريمه خالص، يعني كانت بقى يعني رمت الاستدراج ده على اي حد، لكن هي متورطه. ويمكن عندنا قضايا كتيره قوي قدام حضراتكم في محافظه كفر الشيخ، العشيقه اللي يعني بلغت بس يدوب، هي خططت للعشيق وبلغت العشيق على مكان الزوج، يعني ولا حضرت الواقع ولا سندت بكلمه ولا مسكت ولا كتفت ولا ويتحول اوراقها لفضيله المفتي. عندنا برضو اللي هي بائعه السمك اللي هي في مركز فوه، في اخر القضايا اللي انتشرت على السوشيال ميديا، هي خططت وعرفت العشيق المكان بتاع الزوج وهي كانت موجوده، ولا ضربت ولا خبطت ولا اي حاجه، وتحولت لفضيله المفتي. يعني احكام القضاء ما بيهزرش، القضاء ما بيهزرش، والقضاء المصري في تنفيذ الاحكام ما فيهوش خواطر، ما فيهوش ايه خواطر. يمكن احنا دايما بساتنا بنشتغل عليها بادق التفاصيل والحصريات، ويعني للعلم برضو معلومه ان ايمان المحاميه دي كانت اساسا في حد ذاتها انسانه متكبره متعاليه، ما كانش حد بيحبها ولا بيحب يتقرب منها. ايمان قبل ما تتم الجريمه بايام، ايمان رفعت منشور مستفز جدا جدا جدا، ولازم نقراه مع حضراتكم عشان تعرفوا بس ان احنا يعني على قدم الوثاق في القضيه، اي حاجه في القضيه فلابد ان احنا نقراها ونوضحها لحضراتكم، زي ما المنشور هيظهر قدام حضراتكم ده على الصفحة الشخصية لإيمان. وبالصدفة إن إيمان من قيمة يعني مثلا أيام تم إغلاق الصفحة، يعني إيه؟ طبعا يعني الحق المكفول ليها إن هي مثلا بالزيارة وفي الجلستين اللي فاتوا اللي اتحجزت 4 أيام، وبعد كده تم التجديد ليها 15، كان في مجموعة من الأصدقاء أو الصديقات لإيمان، لكن إغلاق الصفحة ده كان بفعل فعل. هنقرأ آخر منشور إيمان كتبته على صفحتها، كانت بتقول إيه؟ لكل ست متجوزة جوزها كرهها في الحياة، أحب أقولك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، حبينا بس إن احنا نغير الأضحية ونخليها على كل زوج أو أب ظالم، ونلففه في المحاكم بدل ما يلف على الأضاحي. وده احنا هنعرفهولك من خلال عدد من القضايا التي يجوز رفعها من الست على جوزها أو طليقها. العيد السنة دي مختلف مع مؤسسة إيمان للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة، مع توضيح أكبر نسبة خصومات على الأتعاب بمناسبة العيد، يعني هنعيد من غير ما نكلف، ونيجي على سبيل المثال وليس الحصر يعني، ونقول إن عدد القضايا اللي ممكن نقوم لكم فيها هيكون 16 قضية، 1 نفقة زوجية، 2 نفقة متعة، 3 نفقة عدة، نفقة صغار، أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، مصاريف ولادة، مصاريف علاج بدل فرش وغطا، مصاريف مدرسية، طلاق للضرر، طلاق للهجر، طلاق لاستحكام الخلاف واستحالة العشرة، طلاق لسجن الزوج أو الزواج من أخرى، طلاق خلع
تبديد منقولات مؤخر صداق وغيره كتير. اعرفي حقك من خلال مكتب بيرسول للاستشارات القانونية. يعني ده كان اخر منشور نشرته الست هانم قبل ان شاء الله يعني ما تلقى الله باذن الله يعني قريب. لكن خلافات كتيرة قوي، واهم حاجة ان احنا وصلنا لها اللي احنا كنا عاملين يمكن نقول لحضراتكم ان القضية وليست فدية وليست غيرة مهنية ولا ابتزاز ولا الحاجات دي كلها. هم بدأوا ان هم يتكتكوا ويخططوا يقولوا ايه في حالة القبض عليهم، وطلعت كذبت وقالت ان انا اللي سلمت نفسي، وطلع برضو تصريح من النيابة العامة ان هو تم القبض عليها في شقة شبرا. اسألوا البلد، اسألوا الجيران، اسألوا المباحث، اسألوا اي حد عن الولد في حياته، في حياته ما عمل حاجة غلط. هو في ايه؟ هو في ايه؟ هي الآية اتقلبت؟ انتوا ليه بتصدروا المشهد للمجتمع مشهد زي الزفت؟ خلاص هي الوقت مجرمة قيد التحقيقات. ازاي يا جماعة؟ ازاي التضامن اللي على صفحات والولولة دي؟ الناس شايفانا، الناس شايفانا النقابيين يا جماعة يا بهوات، دي جناية قتل. المفروض النقابة تتخلى عنها وتقول مالناش دعوة. الجريمة دي ليست لها علاقة بالمهنة وليست في أثناء المهنة. ده عمره ما غلط يا عالم، يا عالم أنا بقول عنني الولد ده عمره ما غلط، والله العظيم الولد ده عمره ما غلط، والله العظيم الولد كان من شغله لداره يلا أحط له الأكل إن يصلي وروح نايم، ما عمره راح قهوة ولا عمره راح أي حاجة نهائي. اسألوا البلد، اسألوا الجيران، اسألوا المباحث، اسألوا أي حد عن الولد في حياته، في حياته ما عمل حاجة غلط. هو في إيه؟ هو في إيه؟ هي الآية اتقلبت؟ انتوا ليه بتصدروا المشهد للمجتمع مشهد زي الزفت؟ خلاص هي الوقت مجرمة قيد التحقيقات. ازاي يا جماعة؟ ازاي التضامن اللي على صفحات والولولة دي؟ الناس شايفانا، الناس شايفانا النقابيين يا جماعة يا بهوات، دي جناية قتل. المفروض النقابة تتخلى عنها وتقول مالناش دعوة. الجريمة دي ليست لها علاقة بالمهنة وليست في أثناء المهنة. ده عمره ما غلط يا عالم، يا عالم أنا بقول عنني الولد ده عمره ما غلط، والله العظيم الولد ده عمره ما غلط، والله العظيم الولد كان من شغله لداره يلا أحط له الأكل إن يصلي وروح نايم، ما عمره راح قهوة ولا عمره راح أي حاجة نهائي. لكن يمكن الغريب اللي حصل السبب الرئيسي يعني اللي احنا بدأنا نوصل له بنسبة 85% اللي هي ايه؟ السرقة. يعني احنا قلنا ان أس البلاوي كلاته هيكون في معهد ناصر، وده اللي وصل لنا من مصدر يعني قريب ان الدكتور أسامة لما احمد عرف ان أسامة هو اللي قال لزوجته الاولى ان احمد لسه مازال متجوز ايمان عرفي، هنا بدأ ان هو يتغاظ ونده لأسامة وبدأ ان هم يمسكوا في بعض، وبناء على كده أسامة فصل الشغل او الشراكة ما بينه. لكن يمكن اخر حوار حصل ما بين الاثنين التهديد، كان في تهديد من الطرفين، في تهديد من أسامة، في تهديد من الدكتور أسامة لأحمد شحتة، وبرضه من أحمد شحتة لأسامة. يعني أحمد شحتة كان بيقول له أسامة مش كل طير يتاكل لحمه، انت مش عارف انا هعمل ايه واسوي ايه، وبدأ انه يتعدى عليه بالالفاظ وبالايدي. ولكن هنا أسامة رجع له التهديد وقال له انت عارف ان انا ممكن اوديك ورا الشمس، ده على لسان أسامة. طب ايه اللي كان ماسكه أسامة على احمد شحتة علشان تترجم المساومة او الابتزاز ما بين الاثنين لجريمة قتل؟ زي ما قلنا لحضراتكم ان أسامة اتقدم ببلاغ رسمي للإدارة الصحية او المكتب الصحي ان في اختلاسات وفي تهريب ادوية، والاجهزة اللي موجودة في عيادة احمد شحتة مسروقة من معهد ناصر. احنا طبعا احنا ملناش في الكلام ده، ليه؟ لان في جهات معنية معهد ناصر بقى هو يتحرك يعمل فرز يعمل جرد للمعدات بتاعته والاستلزامات والعلاجات والادوية والحاجات دي ويتحرك في هذا الاتجاه. لكن اللي حصل ان أسامة هدد احمد شحتة بناء على تهديد شحتة لأسامة. يعني كان في بلاوي في القضية، يعني سرقة ادوية علاجات مستلزمات طبية اجهزة في العيادات بتاعت احمد شحتة. وبناء على كده أسامة يعني ما رجعش الورا، واكيد دارت محاولات من قبل احمد شحتة للدكتور أسامة عشان يتراجع عن البلاغ اللي قدمه المكتب الصحة. لكن المفاجأة بقى ان في حد في مكتب الصحة بلغ
احمد شحته والناس اللي شغالين معاه وقالوا له خلي اسامه يتراجع عن البلاغ، لان البلاغ ده لو مشى احنا كلنا هنروح في العنبوكه. ووقف البلاغ لحد عنده، وهنا اسامه مازال مصر انه يروح لحد مكتب الصحه مره تانية ويتابع الشكوى بتاعته. وكل ما اسامه يحاول ان هو يروح يتابع الشكوى ويلاقيها واقفه ما اتحركتش، هنا يبلغه احمد شحته عشان يلحق يتصرف. ده صاحبك، ده صديقك يا عم، لازم تتصرف، لان الليله كلها والعصابه كلها هتروح في دوكا. هنا طبعا اساليب ضغط من احمد شحته على اسامه، واسامه يعني لم يرتجع. وما الراجل مداري يعني مداوم على عمله في معهد ناصر وشاف حياته وعايش وتمام التمام، لحد ما راح اسامه في اخر الاونه بقى، ده يعني ايه دي اللي كانت عنق الزجاجه بقى، الانفجار الكبير. راح اسامه لمكتب الصحه عشان يتابع الشكوى، فقال خلاص انا هطلع على الوزير وهعمل تلغرافات وهعمل، لان ما ينفعش ان الشكوى تقف لحد هنا. فالضغط جه شديد من اسامه على موظف اللي هو استقبال الشكاوي في مكتب الصحه، وهنا الضغط جه تاني من موظف لان هو كان تبع احمد شحته والناس اللي شغاله معاه، وهنا انفجر البركان خلاص. لان طبعا علشان يتم ضبط احمد شحته بالوضع ده، اختلاس اموال واختلاس علاجات واختلاس مستلزمات طبيه، مش الوضع مش هيكون فصل من الوظيفه فقط، اصل فصل من الوظيفه ده لو انت مثلا يعني عامل حاجه مشينه، شتمت، مش عارف ايه، يعني جرم اللي هو الاجرام الصغيره. انما ان انت تختلس اموال وتختلس علاجات وادويه، ادويه جدول وادويه غير مباح ليها انها تتباع بره وسعرها غالي جدا، ومستلزمات طبيه كمان من معهد نصر تحطها في العياده بتاعتك، يعني قد تصل العقوبه هنا من جراء الاختلاسات دي الى مؤبد الى اعدام، خدتوا بالكم؟ فهنا طبعا اسامه ما رجعش، فهنا بدا التخطيط قبلها بشهرين. دور بقى دور ايمان في القضيه دي، خلاص هي متكاتفه قلبا وقالبا مع احمد شحته، لانها كانت بتكره اسامه، كانت بتكره اسامه يا جماعه، زي ما بقول لكم كانت بتكرهه على السكين. فعشان كده الفكره سواء جت من ايمان او جت من احمد شحته، فالاثنين اتفقوا. وطبعا ده عاوز ينتقم علشان احمد شحته طبعا كده اسامه، من وجهه نظر احمد ان اسامه اتسبب له في خراب بيته، حتى لما كان بيهين اسامه وكان في مشادات بينها وما بين بعضهم، وفي احد الاشخاص موجود فكان بيقول لاسامه انت خربت بيتي، فاسامه كان بيقول له انا لو عايز اخرب بيتك انا هوديك ورا الشمس من ناحيه تانية، وانت فاهم انا اقصد ايه. يعني القضيه زي ما قلنا لحضراتكم في بدايتها او بدات منذ ولادتها على السوشيال ميديا، مش قضيه ابتزاز ولا فديه ولا القصص دي كلها، لان دايما كنا بننادي وبنقول يا ترى يا اسامه يا توفيق انت مخبي ايه علشان يحلوا السر ده بقتلك. يعني عاوزين حاجه اكتر من كده، يقتلوا بني ادم عشان يخفوا سر او يخفوا جريمه، فاكيد الجريمه دي هتكون في حد ذاتها وفي حد عقوبتها مساويه للعقوبه اللي هم هياخدوها من جراء الجرم. انما بقى الناس اللي بتتكلم وتقول لك ايمان هتاخد لها 15، ولا يا جماعه مبروك ان شاء الله، ان شاء الله يعني عقبال احمد كده وعقبال فرج ان شاء الله هنفرح فينا فيهم احنا الثلاثه ان شاء الله. الاعدام قادم باذن الله، وخلال الايام الجايه ولا النهارده ولا بكره، عشان احنا داخلين على اجازه عيد اضحى، كل سنه وانتم طيبين، فاكيد ان مفيش امر احاله اليومين دول. فطبعا يعني تم التجديد 15 يوم، وبعد وخلال ال 15 يوم ممكن تحال القضيه، يعني مش شرط ان هو ال 15 يوم ان هم ينتهوا للاخر، لا، من خلال ال 15 يوم ممكن تحال القضيه لمحكمه الجنايات علشان التفاصيل. طيب يعني هم اخذوا 15 يوم، 15 يوم دول يا استاذ مجد عشان بس مواجهه المتهمين بتقرير النيابه، تقرير الطب الشرعي؟ لا، تأكيد النيابة العامة طبعا الأخبار والحقائق اللي بتكون موجودة في تحريات المباحث أو النيابة العامة مش شرط إنها تطلع للرأي العام أو للصحفيين أو الإعلاميين كاملة، لا، النيابة العامة ذكية جدا جدا، بيتميزوا بكل أساليب الفطنة، بيطلعوا اللي هم عاوزين يطلعوه، لكن بيكون في مقتضيات وفي حصريات وفي حاجات تحافظ على خط سير التحريات والقضية، ما بينفعش يطلعوها الا بعد ايه ما يتم الاحالة. كون ان يتأجل 15 يوم القضية مرة تانية، يبقى في بلاوي مستخبية، في بلاوي مستخبية. ليه بقى؟ لان الامر لو اكتنف على احمد شحته واحمد فرج وايمان محمد
كانت القضية اتأجلت اتحولت النهاردة لمحكمة الجنايات. انما التأخير كل تأخيرة وفيها خيرة طبعا، التأخير ده اكيد النيابة العامة والمباحث والجهات المعنية لهم نظرة ان في متهمين مخفيين لحد النهاردة، وده يمكن بنسبة 95% ان ما زالت ايادي خفية في القضية، وان شاء الله هنعرف كل كبيرة وكل صغيرة في الايام الجاية. كل سنة طيبين، مش هنطول على حضراتكم اكتر من كده في حلقة النهاردة. حبينا بس نأكد لكم ان لم يتم احالة لمحكمة الجنايات المختصة في قضية الطبيب الساحل، لكن تم التجديد على ذمة القضية لمدة 15 يوم. متابعين القضية على قدم وساق، كل خبر هنعرفه من مصادر موثوق فيها هنطلع وننشره لحضراتكم. لو وصلت معنا للدقيقة دي يا ريت ما تحرمناش من الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. دمتم بخير، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسألوا البلد، اسألوا الجيران، اسألوا المباحث، اسألوا أي حد عن الولد في حياته، في حياته ما عمل حاجة غلط. هو في إيه؟ هو في إيه؟ هي الآية اتقلبت؟ أنتوا ليه بتصدروا المشهد للمجتمع مشهد زي الزفت؟ خلاص هي دلوقتي مجرمة قيد التحقيقات. إزاي يا جماعة؟ إزاي التضامن اللي على صفحات والولولة دي؟ الناس شايفانا، الناس شايفانا، النقابيين يا جماعة يا بهوات، دي جناية قتل، المفروض النقابة تتخلى عنها وتقول مالناش دعوة. الجريمة دي ليست لها علاقة بالمهنة وليست في أثناء المهنة. ده عمره ما غلط يا عالم، يا عالم أنا بقول علني الولد ده عمره ما غلط، والله العظيم الولد ده عمره ما غلط، والله العظيم الولد كان من شغله لداره يلا أحط له الأكل يصلي وروح نايم، ما عمره راح قهوة ولا عمره راح أي حاجة نهائي. اسألوا البلد، اسألوا الجيران، اسألوا المباحث، اسألوا أي حد عن الولد في حياته، في حياته ما عمل حاجة غلط. هو في إيه؟ هو في إيه؟ هي الآية اتقلبت؟ أنتوا ليه بتصدروا المشهد للمجتمع مشهد زي الزفت؟ خلاص هي دلوقتي مجرمة قيد التحقيقات. إزاي يا جماعة؟ إزاي التضامن اللي على صفحات